طيب خلينا نروح لموضوع تاني وهو أيضا إرهاب الدولة. إرهاب الدولة ضد المعارضين مش بس بيتمثل في القبض عليهم والحكم عليهم بالإعدام أو قتلهم أو حتى على الأقل تشويه سمعتهم. إرهاب الدولة وإرهاب النظام امتد كمان لأسر المعارضين. أي حد في البلد بيقول رأيه أو بيطالب بالحرية أو بيطالب بالعدالة، لو ما قدرش نظام عبد الفتاح السيسي ينال من الشخص ده في نفسه، بينال من أسرته، بينال من أهله. يمكن ده اللي حصل خلال الشهور اللي فاتت. شفنا اللي حصل مع الدكتور عمرو أبو خليل، الشهيد عمرو أبو خليل عليه رحمة الله، اللي تم اعتقاله نكاية في الزميل هيثم أبو خليل، وتم قتله بالإهمال الطبي وبالدم البارد داخل المعتقل. شفنا كمان اللي حصل مع إخوة الزميل معتز مطر والزميل حمزة زوبع والزميل هشام عبد الله. شفنا كمان وتابعنا اللي حصل واعتقال إخوة عبد الله الشريف لمجرد إنه طلع واعترض أو طلع وكشف بعض من ألعاب وإجرام نظام عبد الفتاح السيسي. ما زال النظام بيحاول ينكل بأسر المعارضين. أخيرا النظام بدأ يسيب الناس اللي موجودة في مصر ويتحرك حتى للأسر اللي موجودة برا مصر. ده اللي قاله الفنان محمد علي أمس في فيديو نشره على صفحته، بيقول إن نظام عبد الفتاح السيسي بيهدد أولاده بالقتل وبيلاحقهم، ومش عارف أو لا يشعر محمد علي بالأمان على أولاده، فقط لمجرد إن محمد علي قال أو إن محمد علي اتكلم أو إن محمد علي طالب بإسقاط نظام عبد الفتاح السيسي وكشف بعض من جرائم عبد الفتاح السيسي وأسرته. كانت النتيجة محمد علي مطارد برا مصر، ممنوع من دخول مصر، ومتحرك ضده مجموعة من القضايا، وإعلام عبد الفتاح السيسي بيشوه في سمعة محمد علي للنهار. أخيرا وجريمة جديدة بتضاف للجرائم الكتير اللي بيعملها النظام ضد أسر المعتقلين. أسرة محمد علي دلوقتي مهددة أيضا بالقتل نكاية في محمد علي. خلينا كده الأول نتفرج على هذا الفيديو اللي بس محمد علي هو بيقول ماذا يحدث مع أسرته من نظام جبان، نظام خايف دايما بيستهدف أسر أي حد يتكلم عليه. أنا ولادي مقيمين في تركيا بقالهم حوالي 8 شهور أو 9 شهور. حقيقي كانوا عايشين مطمئنين جدا وكان ما عنديش أي مشاكل، لكن دخل لي دلوقتي تقريبا في حوالي أسبوع عيالي مهددة بالخطف. من 3 أيام بقى ابتدوا يهددوا أولادي بالأكل، وبالفعل هم زرعوا كاميرات في قلب البيت اللي ساكنين فيه وفي العربيات، طبعا احنا مش عارفين نوصل لها. وبالفعل امبارح مراتي راحت قدمت شكوى في البوليس، والموضوع كان كبر جدا، وهم الناس الإرهابية دي او اللي بيهددوني فضلوا مراقبينهم، لدرجة انا رحت وديتهم عند بيت ناس اصحابي قدروا يوصلوا للبيت ده وراحوا مهددينهم مهما هتروحوا في حتة احنا هنقتلكم لو محمد علي مبطلش يتكلم، ومديني مهلة 24 ساعة ان انا لو بطلتش فيديوهات هيخطفوا. مهلة 24 ساعة لمحمد علي لو ما بطلش كلام على عبد الفتاح السيسي ونظامه وإجرامه وسرقته وبلطجته والمصايب والجرائم اللي بيعملها ضد الشعب المصري وفي أموال الشعب المصري، هيتعرض ولاده الخطر. تحس ان احنا مش عايشين في دولة ولا عايشين في نظام، تحس ان احنا في بلطجي موجود في عصر الاتحادية بيحكم البلد بالحديد والنار، ومبدأ البلطجة ومبدأ اللي هيتكلم هقطع لسانه، لو ما طلتهوش هقطع لسان اللي جنبه. ده مش بس نظام عبد الفتاح السيسي او عبد الفتاح السيسي، ده كمان الممثلين عن النظام. يعني السفارة المصرية في اسطنبول او في تركيا اسوأ ممثل لاسوأ نظام في العالم، اسوأ مكان ممكن تدخله او تتعامل معاه او تخلص منه ورقة او تخلص منه مصلحة هي السفارة او القنصلية المصرية في اسطنبول. تحس كده ان انت داخل مقر امن دولة، لا تعرف تخلص مصلحة، لا تعرف تخلص حاجة. يعني لو رحت تطلع شهادة ميلاد لابد الورق يرجع مصر يتسأل عليك امن الدولة ويشوفوا السجل بتاعك ويشوفوا انت حبيبهم ولا مش حبيبهم، معاهم ولا مش معاهم، وبناء عليه بيخلصوا لك الورقة او بيخلصوا لك المصلحة. النهاردة ايضا
احد الشباب الموجود في اسطنبول واسمه عمرو حشاد، حكى تجربته على مواقع التواصل الاجتماعي مع السفارة المصرية. راح يخلص توكيل في السفارة، كالعادة السفارة بتتعامل مع المصريين على انهم مثلا اسرى حرب، اسرى حرب ممكن يرميك بره قدام السفارة بالساعتين والتلاتة في الحر او في الشتاء، مش مهم عنده، المهم مش من حقك انك تخش جوه السفارة وكأنها سكنة عسكرية او كأنها مقر مخابرات، مش مكان المفروض بيرعى احوال المصريين. عمرو حشاد والمنشور قدام حضراتكم بيحكي ان هو راح يعمل توكيل فسحبوا منه الباسبور وقالوا له انت باسبورك مزور، على الرغم انه طالع نظامي ختم خروج من مصر وطالع، لكن النهارده اكتشفوا ان هو الباسبور بتاعه مزور وان عليه احكام في مصر وان هو مطلوب للبلد، وحاولوا كمان احتجازه داخل السفارة. لك أن تتخيل أن مكان المفروض خدمي بيتعامل مع رعاياه بناء على آرائهم السياسية، بيتعامل مع المصريين بناء على انتمائهم السياسي. يمكن أنا أيضا اللي خلاني حاسس باللي حصل مع عمرو، أنا كمان تعرضت لموقف مشابه. يعني أنا مثلا بنتي اللي عمرها سنة ونص حتى هذه اللحظة مش قادرة أطلع لها شهادة ميلاد لسبب ان البهوات اللي موجودين في القنصليه المصريه قالوا انت جاي عنك تقرير من مصر. يعني انا جاي عني تقرير من مصر، تقرير امني، بنتي تتولد او ابني عايز يعمل اقامه او انا عايز اجدد باسبوري، ممنوع. بهذه الطريقه يتفاعل او يتعامل القنصليه المصريه مع المصريين اللي موجودين في تركيا. اعتقد كل السفارات المصريه خارج مصر تقدم أسوأ سفير وأسوأ مثال وأسوأ نموذج لأسوأ نظام موجود في العالم هو النظام المصري.